بدأ العام الدراسي الجديد وكل عام وانتم بخير، وبقالنا اسبوعين دلوقتي في العام الدراسي وعايزين نعرف حاجة مهمة، يا ترى هذاكر ازاي؟ احنا دايما بنتبارى في اخر العام الدراسي ونقول الاستذكار الجيد ونتكلم عليه ونتكلم ازاي، كيف تستذكر دروسك، كيف تراجع دروسك. انا المرة دي عايز اتكلم من اول السنة، ويبقى معاك ده طريقة ومرجع ليك تعرف انت هتعمل ايه. للدرجة دي هي الموضوع ده صعب؟ طبعا الموضوع ده هيفرق بينك وبين واحد تاني. يا ترى بتقعد كام ساعة على المكتب، كام ساعة على الكتاب بتاعك؟ في بعض الطلبة بيرجعوا من المدرسة يبقى فاهم هو هيعمل ايه، الحصة الاولى خد عربي، الحصة التانية اخد علوم او ساينس، الحصة التالتة اخد ماث او رياضيات، وبيبقى عارف جدول الاعمال معاه في ذهنه. في بعض الطلبة بيرجعوا كاتبين جدول الاعمال، هذاكر الدرس ويقدر يقول لك المدرس ابتدى عند كذا والحصة انتهت وما كملش عند النقطة الفلانية، ويبقى الجدول عنده بتاعه هيرجع هيعرف هيعمل ايه. طيب انا عايز اسهل لك الموضوع واقول لك ان في اربع اشياء هتعملهم: الفهم، الحفظ، التسميع، الحل والتدريب. اول حاجة الفهم، افهم الدرس ازاي مع شرح في المدرس، اتأمل الصورة اللي موجودة في الكتاب، اقرب نفسي واشرح لنفسي، استعين بكتاب خارجي جنب كتاب الوزارة، او استعين بشرح الدرس المدرس في الدرس، او افتح السي دي اللي بيسهل وبيبسط المعلومة اللي موجودة في الدرس. كل دي وسائل للفهم، ومن أجمل وأروع وأفضل وسائل الفهم التساؤل، إنك تسأل في المعلومة، ما سئل فيه لن ينسى أبدا. تعال بعد الفهم، فهمت الموضوع هعمل إيه؟ الحفظ، يا ده انت موضة قديمة، هو في حد بيحفظ دلوقتي؟ الحفظ لا يمكن هينتهي، لازم أحفظ عناوين علمية. هتغير كلمة قانون الطفو هتقولها ايه؟ قانون ايه؟ هتغير اسم أرشميدس هتقوله ايه؟ هتغير جدول الدوري الحديث، او هتغير جدول مندليف، او هتغير المعلومة اللي مكتوبة قدامك بأي معلومة. المصطلحات العلمية لازم تتحفظ. طب احفظ ازاي اذا كنت بتقول هحفظ بالعناوين؟ هتحفظ، احنا لقينا احسن ناس بيحفظوا الممثلين. الممثلين في الافلام تديله النص مكتوب يحفظه بسرعه ويقوله على طول. ليه يا ترى؟ لانه بيقوله باحاسيسه. فانا عايزك وانت بتشرح لنفسك تمثل كانك بتدرس لنفسك، وكانك بتقوم بدور المدرس، ولما تيجي تسمع العنوان وتسمع المعلومه تسمعها لنفسك كانك انت اللي بتشرحها وكانك بتتكلم بيها، فبتقولها بشكل بقالب تمثيلي. يبقى الحفظ بالشكل ده، العناوين. طب المحتوى، الفقرة، الباراجراف اللي تحتيه، هنا ممكن تستعين بلغتك انت والفاظك وكلامك انت. طيب بعد الحفظ سمع العناوين، سمع عناوين مكتوبة، سمع عناوين تانية، سمع على قد ما تقدر. طب بعد كده خلص الدرس على كده، وقفنا عند الرابع نقطة، الحل والتدريب. اللي حل 10 مسائل مش زي اللي حل 50، مش زي اللي حل 100، اللي حل سؤال مش زي اللي ما حلش خالص، مش زي اللي حل 5، مش زي اللي 10، مش زي اللي 20. امال ده بيعمل ايه؟ الحل والتدريب ده ايه؟ بيخلي ذهنك سريع في فهم السؤال واستيعاب السؤال وسرعه الرد عليه، والسرعه دي مطلوبه ومن الحاجات اللي انا بختبرها وبختبر عليك ادائها في الامتحان. ديت خطوط سريعه واربع نقط بنقولهم: فهم، حفظ، تسميع، حل وتدريب. اكتبهم وحطهم قدامك واعرف ان ده كل يوم لازم هتعمله. طب في حاجات تانية وعناصر تانية هتعملها تبسط لك المذاكرة والاستذكار؟ في كتير، وهقولهم لك كلهم، وهقول لك اسرار التعليم والتعلم.